مشاهدي الرادار الاقتصادي، ومعانا فقره مهمه جدا مع المستشار الاقتصادي ايمن حامد سليمان. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك. انا في البدايه بحب اهني حضرتك على الاحتفاليه العظيمه اللي حضرتك مجموعتك اقامتها النهارده عن احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر 51، وطبعا حضرتك كرمت الشهداء وشخصيات عامه وبارزه كتير. كلمني اكتر عن شعور حضرتك النهارده. والله هو الوقت ما اسعفناش برضو، لان انا كان نفسي ان يكون موجود اكبر عدد، ونكون احنا اول ناس بنكرم شهداء الجنود اهاليهم. وانا بلغت عندي في اداره العلاقات العامه بالتواصل مع الشؤون المعنويه ومحاوله الوصول لاكبر عدد من اسر الجنود ديت، والوقوف معاهم في الحاله الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي والظروف المعيشيه، ان احنا نحاول نقدم اي حاجه للناس اللي كان ليها اساس في ان احنا نكون موجودين دلوقتي، اللي دفعت دمها فداء لينا ان احنا نكون عايشين حياه كريمه زي اللي احنا عايشينها دلوقتي. بتكلم مع الشعب المصري كله من خلال البرنامج عندكم، ان احنا لازم نعرف كويس جدا ان احنا في الوقت الحالي احنا فعلا في حاله حرب حقيقيه من كل الجهات. كل الحدود بتاعتنا فيها مشاكل وفيها صراعات، وده مأثر على الحاله الاقتصاديه بتاعتنا، وهي فتره صمود عظيمه لولا قياده حكيمه زي سياده الرئيس والحكومه اللي موجوده اللي بتساعد على ده. تهيألي احنا كنا ممكن نبقى في حته ثانيه خالص. الحكمه مطلوبه في التوقيت ده، احنا بلد عظيمه وشعب عظيم مر مواقف كتير جدا جدا جدا، بس ينقصنا في الفتره الحاليه الوعي والادراك مدى ما يحدث حوالينا في تلك الايام. المواضيع صعبه جدا، المواضيع متوتره جدا جدا جدا، وانا حاسس ان مفيش رساله عارفه توصل للشعب بالكامل شايفاه وكانه امر طبيعي او امر عادي. لا، احنا النهارده بنشوف ما يحدث في لبنان، فلسطين، في ايران، كل شويه في صراع في دوله شكل، والتوتر بيزيد بالظبط، وده كله بيأثر على الاقتصاد، يعني كل ده بيأثر على اقتصاد البلد. فلولا المشروعات القوميه اللي اتعملت في السنين اللي فاتت دي كلها وبرؤية واضحة من سيادة الرئيس، طب احنا كنا حالنا هيبقى عامل ازاي؟ يعني المشروعات دي لو مش موجودة دلوقتي، والطرق اللي مش موجودة، والاستثمارات اللي حصلت، والناس اللي بتتكلم وتقول ان احنا ظروف اقتصادية والكلام ده، انا عايز اقول لكم الكلام ده مش صح. وشوفوا الناس اللي بتيجي تعمل استثمارات في البلد دي وعارفة تستفيد مننا ازاي؟ احنا جالنا سوريين وجالنا عراقيين وكلهم عملوا مشروعات في البلد دي ونجحوا، كلهم عملوا مشروعات، مفيش حد بيتهيألي خسر. كل يوم بنسمع عن مطعم فتح سوري، عن مشروع اتعمل بجنسيه مختلفه مش مصريه. الناس دي شايفه بلدنا عكس اللي احنا مش شايفينه. لازم نشوف بلدنا صح ونعرف احنا فين بالظبط، والمفروض نعمل ايه، وايه الدور اللي مطلوب من كل واحد مننا. كل واحد مننا عليه دور كبير قوي 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 في الفتره الحاليه. وزي ما قال الاستاذ مصطفى بكري في الاحتفاليه في كلمته، لازم نعي ونستوعب وندرك ان تصرفاتنا والقرارات اللي احنا بناخدها هتاثر على اجيال قادمه ممكن يحاسبونا بعد كده. فلازم يكون في حكمه في اي حد بيتكلم، والمواضيع اللي على السوشيال ميديا ديت تهدى شويه، والناس تتكلم بقى على السوشيال ميديا والترند بالظبط. ليس لها، خلينا متفقين ان مش حد يحب لنا الخير، مش حد يحب لبلدنا الخير. صحيح. طول ما احنا بنعمل على طول هتلاقي محاربه، مفيش حد بيحارب حد فاشل. طول المحاربة بتيجي لحد ناجح، حد بيعمر، حد بينمي. إنما لو حد سايب بلده مهملة، حد هيحاربه؟ فيش الكلام ده. الشجره المثمره دايما. بالظبط بالظبط. هتكلم مع حضرتك بمثابه ان حضرتك مستشار اقتصادي وعندك رؤيه اقتصاديه، ودايما في مجموعتك بتكون حريص جدا على وضع الخطط الاستراتيجيه المستقبليه او الرؤى المستقبليه لاي مشروع، بما ان انتم تفردتوا في كذا مشروع. رؤيه حضرتك اقتصاديا لارض سيناء، ارض الفيروز اللي رجعت لحضن مصر منذ 51 عام، القوه او الاداره او حتى الحكومه المصريه بتدرك قيمتها، ايضا رجال الاعمال الوطنيين زي حضرتك بيدركوا قيمتها. كلمني اكتر عن ارض سيناء، ازاي نقدر ان احنا نوطن الصناعات فيها او نعمل مشروعات قوميه ونمشي على خطى الدوله. بص يا فندم، من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه، احنا 75% من ثروات مصر الاقتصاديه في سيناء، من رمال، من محاجر، من مشروعات تساعد مصر ان هي تتنقل نقله اقتصاديه ثانيه. طول ما سيناء فيها عمار
طول ما احنا بنتجنب الحروب او اي حد يقدر يحاول انه يدخل بلدنا سيناء. البيئة هناك بيئة كويسة جدا للاستثمار، ولازم يكون في دفعة اكبر من الحكومة للمستثمرين وجلبهم للاراضي في سيناء انها تقيم مشروعات تفيد البلد وهم يستفيدوا منها وهتفيد الشعب اولا واخيرا. فعمار سيناء هو دمار كل الخطط للدول المعادية لمصر، فلازم تكون الخطوات سريعة، لازم تكون الخطوات مدروسة كويس جدا وإيجابية في أسرع وقت. طيب سيادة المستشار، لو هتكلم مع حضرتك عن قيمة سيناء جغرافيا وأيضا فيها بؤر ثرية عن التعدين، بما أن المجموعة بتاعت حضرتك دخلت في كذا حاجة، زراعة وصناعة بسم الله ما شاء الله، يعني كمان في مصنع البازلت كان ليكي وتصريح أيضا أخير، كلمني ممكن خططكم المستقبليه، ممكن تروحوا لسينا، ممكن تعملوا حاجه هناك في سينا. والله احنا فعلا فكرنا في الموضوع ده بالذات في مشروع البازل، بس انا قلت انا مش عايز اكون تحت رحمه الدولار وتحت رحمه الاستيراد والقصه ديت، فبدات ابحث في مصر عن محاجر متخصصه في خام البازل، وفعلا استقطبنا من كذا محجر. احنا طلع افضل خام للبازلت عندنا في سيناء، دونا عن الدول الرئيسيه اللي بتتعامل في البازلت في العالم، الخام بتاعها طلع افضل. لما خدنا من المحاجر عندنا وحللنا هنا في مصر، اديتنا المواصفات عاليه جدا، يعني عينات من منها بالظبط. فانا ما سكتش على كده بس، لا انا صدرت عينات بره في بعض دول اوروبيه عشان احلل الحاجات دي بره ويجي لي شهادات هل الحاجات دي فعلا زي ما احنا عارفينها وشايفينها قدامنا هنا، وزي النتائج اللي طلعت هنا في مصر لا، فجت لي النتائج لا بانبهار، وده كان مخليني احنا فين؟ احنا ازاي عندنا حاجه زي كده وسايبينها لدول الخام عندها اقل ب 50 و60%، ويمكن هم متصدرينه في العالم. طب ما احنا ما نستغل ده، كواليتي اقل بنسبه 50 60%. بالظبط، هم خدوا الشو الاعلامي بتاعهم وعرفوا يسوقوا حاجتهم صح، ودي مشكله من مشاكلنا ان احنا ما بنسوقش حاجتنا عالميا صح. فاحنا هنا بيقابلنا بس افران الصهر، لان هو بيطلع حجر فبيحتاج افران صهر الاول، بعد كده بيخش خام اولي، وبعد كده نبدا نستخدمه في المنتجات اللي احنا بنصنعها، وده اللي احنا بنتواصل فيه مع بعض شركات الحديد والصلب اللي موجوده في مصر في افران الصهر بتاعها، اذا كنا ناخدها ايجار او كده، بحيث نستخرج الخام ويبقى عندنا افران صهر بنبدا ناخده خام اولي نبدا ندخله في التصنيع بعد كده. الحقيقه سياده المستشار، في معظم واغلب يعني تصريحاتك الاعلاميه دايما بلاقي ان حضرتك عندك وجهه نظر في ان انت دايما عندك رؤيه استراتيجيه اقتصاديه مسبقه للشيء، او يعني قبل ما قبل المشروع، يعني دايما بيبقى عندك خطه شامله للتطوير، حتى التطوير البشري او التدريب البشري. كلمني دور ده ايه في ان انا اعمل مشروع متكامل وان هو ينجح، يعني يوصل لكل اطياف الشعب. فقلت احنا نمينا كل حاجه ونسينا ننمي العنصر البشري ونوعيه ازاي يستفيد بالحاجات اللي بتتعمل دي. عمالين نعمل مشروعات هنا وهنا وهنا، بس هو نفسه مش فاهم ونفسه مش عارف هو هيستفيد ايه وهو دوره يعمل ايه. التوجيه احيانا ووضع كل واحد في نصابه وعلى الطريق بتبقى بتنقص ناس كتير مش عارفين يروحوا ازاي، مش عارفين يروحوا الطريق ازاي. فده دور مهم جدا احنا بنفتقده، هو التوجيه ووضع كل واحد في الرؤيه المستقبليه بتاعته يقدر يعمل ايه ويقدر يمشي ازاي. محتاجين توعيه جامده جدا جدا لاخواتنا الشعب المصري، لناس كتير فيه، ناس كتير بتفكر في الشعب المصري مش احنا بس، ناس كتير بتفكر بس مش لاقي اللي ياخد بايده. لازم الباب يتفتح على مجال اوسع، وتكون بتوجه من القياده السياسيه في ان احنا ناخد بايد الناس دي. احنا عندنا عباقره في مصر بمعنى الكلمه، والله في عباقره عندنا في مصر، بس لازم الناس فعلا تاخد بايده وتنجحهم، مش تاخد بايدهم ان هي تسمعهم بس، لا تسمع وتحطه ازاي ينفذ الكلام ده. حتى لو ينقصوا بعض الحاجات احنا بقى نضيفها له، نضيف له اللمسات دي اللي تحط الفكر اللي عنده على ارض الواقع. مظبوط. يطبق ازاي؟ فده دور كبير قوي للحكومه، وانا مبسوط جدا في تشكيل الحكومه اللي اتعمل الجديد، وان اتحط حاجه للتنميه البشريه وتنميه العنصر البشري عندنا في مصر، والمبادره بدايه في فكر موجود مختلف
في الإدارة عندنا في الحكومة كانش موجود قبل كده. سيادة المستشار، مجموعة أيمن حمد سلمان الحقيقة ليها مشاريع كتيرة جدا وديها دخلة في كل تقريبا يعني ملفات الصناعة والزراعة والتخمين في كذا حاجة. ايه بقى الجديد؟ يعني اكيد عندكم خطة عمل لميت يوم زي الحكومة الجديدة كده، يعني ايه الجديد اللي تقول لنا اكستكلوزيف لصدد بقى؟ احنا ان شاء الله رب العالمين بصدد دراسة حاجات تعليمية. فان حضرتك مهتم بملف التعليم جدا. ومش تعليم عادي، انا عايز اروح لعلوم البرمجيات. علوم البرمجيات احنا نسينها، مش واخده حقها في مصر، وعايز ابداها من اول طفل وهو لسه في كي جي ويتعلم ده. فاحنا في الدراسات الموضوع دوت على تواصل مع دوله الهند، لان هي تعتبر رقم واحد في البرمجيات، وبنحاول نعمل حاجه في مصر تفيد اهلنا وشعبنا ان شاء الله تكون بصمه. وكل مشروعاتنا بنحاول ان هي تكون حاجه اضافه، مش حاجة مكسب مالي. بنكسب والحمد لله رب العالمين، بس أنا عايز مكسب بسيط في المجمل بيديني مكسب كبير. فأنا مش رايح لمشروع واحد يديني مكسب مرة واحدة كبير وخلاص على كده، لا، أنا بتنوع في المشاريع وباخد مكسب بسيط من كل مشروع بيديني اللي أنا عاوزه في الآخر الناتج، وده كله بيقلل المخاطرة في الشغل اللي أنا بشتغله. لو حصل دروب في أي مشروع من المشاريع أنا لسه واقف ولسه شغال. سيادة المستشار، بما ان حضرتك مستثمر مصري وطني وليك مشروعات كتيره جدا على ارض مصر، وايضا لك في المجموعه يعني قطاعات بتصدر فيها بره، وكمان عندكم ملفات تصدير الجديده بالنسبه للمصانع الخاصه بالاثاث وغيرها كتير، عندكم خطه عمل كبيره جدا عشان تقدروا تصدروا وتبقوا يعني واجهه مصر. انا محتاجه اتكلم مع حضرتك في رساله طمانه لكل المستثمرين العرب والاجانب او حتى المصريين اللي حابين ان هم يستثمروا في اي قطاع داخل مصر. بس حتى احنا شبه مش سايبين قطاع، متهيألي حتى البترول ان شاء الله احنا داخلين في حاجه فيه قويه باذن الله. دي حاجه جديده لسه برضو ان شاء الله. اول ما جيت عملت مصنع مخللات وسميته المستشار، قالوا لي نعم. انت تعمل مستشار مخللات ازاي والليه بالمستوى؟ المستشار ما نزلش مصر خالص، الحمد لله بين كله تصدير، وده اللي بيجي لنا عمله صعبه. واول ما بتخش العمله الصعبه عندنا في البنوك بنتنازل عليها فورا وناخدها بالمقابل المصري بتاعها. بس انا بقول لحضرتك مشروع ممكن يكون الناس باصين له اللي هو مشروع بسيط، مخللات ايه مخللات؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنعمله دوره متكامله. فاحنا عندنا المزارع بنديلهم قرار ان هم بيزرعوا مساحات من الاراضي للزيتون للجزر للليفل. مصر معروفه سياده المستشار انها بتصدر مخللات، يعني احنا البصل الكلام ده كله بودي الحصيله بتاعت المزارع عندي بدخلها المصنع. ودلوقتي احنا بنطور كمان المصنع، نعمل عمليه تطوير ودخول احلال ودخول خطوط انتاج ليه. بس هو مشروع تكلفته مش عاليه، ممكن اي حد يعمله براس مال بسيط ممكن يبدا فيه. بس خد القرار وخلي عندك ثقه في نفسك جامده جدا، حتى لو المشروع بسيط بس حط هدف قدامك. انت هتعمل بيه ايه؟ هتعمل المشروع ده عشان ايه؟ ده ابسط حاجه موجوده عندنا هو مصنع مخللات. لما جينا نخش على مصنع منظفات، جينا نخش بعد كده على مناديل الورقيات وحفاضات الاطفال، فكرنا بحفاضات كبار السن. دي حقيقه عم ندرس ايه اللي ناقص. احنا كمصريين ينقصنا ايه؟ فبنشوف دوت ونحاول نلعب عليه، نحاول هو ده اللي احنا نشتغل عليه. الحاجات اللي ناقصانا هي اللي نبدا نكملها. انا بحاول بقدر ما اسعى ان احنا نقلل الاستيراد بتاعنا بقدر الامكان في حاجات اساسيه مش في حاجات كماليات. طب خطط المجموعه في المستقبل، يعني لو تقول لنا خطط المجموعه في المستقبل، يعني هنبدا في ايه بقى وندخل في ايه جديد؟ حضرتك قلت البترول دي حاجه جديده بالنسبه لي، فممكن هو البترول ممكن يكون معانا لسه على بدايه السنه 2025. وبرده عندنا 2025 احنا بنعمل تحت الانشاء دلوقتي اول مصنع لتجميع السيارات النقل مش الملاكي، ماركه كوري ان شاء الله تكون موجوده بايدي مصريه هنا في مصر ان شاء الله. هيتم تصنيع، هيتم تجميعها هنا في مصر مبدئيا، تجميعها هنا في مصر. بقى كده احنا رايحين بالهدف برضه ان يبقى التصنيع في مصر ان شاء الله. طيب الخطوه اللي بعدها اخيرا عايز اتكلم مع حضرتك عن دور التكنولوجيا اللي بقى دلوقتي موجود في كل المجالات، وحضرتك بالاخص مهتم بمجال التكنولوجي سواء كان الفضاء او كانت علوم التكنولوجيا عموما كلها.
لو تكلمني اكتر عن تدخلها داخل المجموعه وان انت ازاي بتقدر توظفها في كل مشاريع حضرتك. احنا استعنا بعلماء متخصصين في مجال التكنولوجيا من دوله ارمينيا، واحنا بنستضيفهم في شهر 11 اللي جاي ان شاء الله، بحيث ندرس معاهم ايه الاعمال اللي تنفع لتطوير الموظفين عندنا والبرامج اللي نقدر نطبقها عندنا كشركه او كمجموعه شركات تخلينا نعرف نشتغل بحاجات ترفع من كفاءتنا وتخلينا نواكب التكنولوجيا اللي موجوده عالميا. فان شاء الله رب العالمين ده ممكن ندرسه على ارض الواقع بوجودهم معانا، وهي تكون بدايه 25 مختلفه للمجموعه باذن الله ان شاء الله. معالي المستشار ايمن حمد سلمان، بشكرك شكرا جزيلا انك نورتنا النهارده، ومبروك على الاحتفاليه، ومبروك جدا على كل مشاريعك. شكرا، ان شاء الله دايما معاك ايد بايد في الرادار الاقتصادي في كل مشاريعك اللي جايه باذن الله. شكرا على تشريفكم، شكرا جزيلا.